أمجادنا. هذه السلسلة يلقب باسم أسد أن يعين أهله في شرف الله عليه ورث بل أحياء إن لقاءنا هذا مناسبة سانحة للاعتزاز بالملاحم البطولية لهذه الشخصية الفذة، للنهل من الدلالات الرمزية والقيم النبيلة التي تحلى بها ورفاقه ممن نالوا شرف المشاركة في صناعة ملحمة الاستقلال وصياغة صفحات مشرقة في تاريخ الشعب الجزائري التي تواصلت في مختلف مراحل البناء والتشييد وتجديد الصرح الوطني الشامخ الذي شهدته الجزائر في السنوات الأخيرة بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، على ضرب الوفاء لعهد الشهداء التي تاجها الوحدة الوطنية وصون سيادة الوطن والحفاظ على المكاسب وتحقيق المزيد من التقدم والمزيد من الانتصارات وإعلاء كلمة الجزائر في المحافل الدولية. لقد كان الشعب الجزائري دوماً مواكباً للمراحل التاريخية الحاسمة من خلال وعيه التام بالقضايا المصيرية الراهنة والخيارات والمواقف المتخذة التي من شأنها تحقيق الشمولية التي نتطلع إليها في البناء الحضاري الكامل الذي هو وحده القادر على تجاوز الحاجة الراهنة والعبور إلى المستقبل الأفضل للجزائر المنتصرة من خلال الاستفادة من الرصيد الزاخر للثورة التحريرية المباركة وما تركه أبطالها من مكامن القوة وشروط الانتصار.